عظمة السلطان بيشجع على سفر وفد رسمي إلى لندن لمناقشة المسألة المصرية، والوفد الرسمي برئاسة حسين باشا رشدي رئيس الوزراء، ووافق أيضا على سفر وفد من الأمة بريستي، والأمر معروض عليكم للي يحب الانضمام. بعد إذن سعد باشا، وجود وفد وطني بيمثل مصر بعد الحرب العالمية الأولى وأثناء انعقاد مؤتمر الصلح بين الدول المتحاربة هيأكد حقنا الأصيل في الاستقلال، وهيدفع جميع الدول للوقوف بجانبنا. أنا أؤيد كلام ابننا سعيد، لكن أحب أن أضيف ضرورة إعطاء الوفد الصفة الشرعية لتأدية مهمته، خاصة وإن المندوب السامي أعلن بعض التحفظات على اعتبار إن الأعضاء غير مفوضين من هيئة تشريعية. سعد باشا وكيل الجمعية التشريعية، ومتهيألي ده بيديله كافة الصلاحيات. أنا رأيي عشان الوفد ياخد الصفة القانونية لازم نحصل على توكيلات من أفراد الشعب تخول لنا مهمة التحدث باسم الأمة. كلام عبد الرحيم باشا كلام مهم جدا، لازم تفويض شعبي يعطي للوفد المصري الصفة الشرعية للمطالبة بحقوق مصر وعرض القضية المصرية. عبد الرحيم باشا رجل قانون وملم بجميع الأمور. بعد إذن سعد باشا، موافقة عظمة السلطان على سفر وفد رسمي وفد شعبي لمناقشة المسألة المصرية بالتأكيد لهم أغراض، ولازم يا باشا نلم بيها. عظمته عايز مصر تستقل عن الحكم التركي وتصبح مملكة، وفي الحالة دي مطالبتنا برفع الحماية البريطانية هتكون مبررة. بعد إذن سعد باشا، نقترح أن تكون الأسماء التي تمثل الأمة ويضمها الوفد من الأسماء البارزة والمشهود لها بالوطنية زي لطفي السيد ومحمد علومة. أوافق على الاقتراح، وأضم إلى الأسماء السابقة كل من عبد العزيز باشا فهمي وعبد اللطيف المكباني ومحمد محمود للجنة العليا للوفد الذي سيمثل الأمة، مستخدمين جميع الطرق المشروعة. يحيى سعد باشا زعيم الأمة، يحيى مصر، يحيى سعد باشا. ما تنزلوا الجنينة يا نازلي انت ورتيبة تشم هوا يا حبيبتي، انتوا طول النهار قاعدين ما تحركتوش من الصبح. ماما صبية، هننزل ازاي والقاعة الكبيرة فيها اجتماع والدنيا مقلوبة تحت؟ ياه، هما لسه ما خلصوش لغاية دلوقتي، ده الساعة داخلة على 2 الظهر. هو انا اسف ماما صبية، كنت فاكر حضرتك لوحدك. اتفضل يا سعيد، تعالى سلم، سلم على نازلي، اكيد شفتوا بعض قبل كده. نازلي تبقى اخت الشريف وحسين ولاد عبد الرحيم باشا، وضيفة عندنا كم يوم هتشرفنا. سعيد بقى ابن اخت سعد باشا وفي مقام ابنه. ايه سعيد، عملت ايه في الاجتماع؟ خلصت ولا لسه؟ على الاجتماع خلص. خلاص انزل انا بقى اشوف البيت. وانتهيت على ايه؟ انتهينا على كل خير. ان شاء الله هيتكون وفد من الامة علشان يسافر يناقش المسألة المصرية. عظيم عظيم، ان شاء الله مساعينا هتكلل بالنجاح، بس نتمنى ان السلطان يوافق على السفر. السلطان موافق، الخوف من الانجليز بس ان هما ما يوافقوش على سفر الوفد فتتعطل المساله. صاحب العظمه السلطان فؤاد الاول المعظم. مرحبا، عظمتك شرفتنا، أرجوك سامحني، ظروفي الصحية منعتني إني أحضر حفل تنصيب عظمتك. مشاعر عظمتكم الدافئة وعطفكم الكريم أعطانا الدفعة القوية
وأسلج صدورنا. عظمتي؟ أنا عظمتك بتخاطبني بعظمتك؟ مش ممكن. عظمتك عارف إن بعد وفاة شقيقكم الأكبر السلطان حسين خلاص لم أعد أملك هذا اللقب. كنت دائما بالنسبة لنا الشقيقة الكبرى والأم الرحوم، ولن ننسى فضلك على العائلة العلوية. ولهذا السبب أطلب منكم الاحتفاظ بلقب السلطنة وبجميع المخصصات ولقب العظمة مدى الحياة. بونجور. بونجور. ممكن تقبلي مني الوردة دي؟ أنا كل ما أشوفك ألاقيكي ماسكة كتاب. يا ترى بتحبي تقري إيه بقى؟ بحب أقرأ لإيميل زولا، وبحب قوي أونوري دو بالزاك. ويا ترى قريتي رواية لرار لإيميل زولا؟ دي روايتي المفضلة. أنا كل ما بقراها بحس إن في أمل. طبعاً في أمل، ولو ما فيش أمل إحنا نخلق الأمل. بس مش كل الناس شايفة إن في أمل. إحنا اللي بنخلق الأمل، ولازم نضحي عشان نحققه، ولا إيه؟ الظاهر إن نازلة نسيتنا بقالها كم يوم عند صفية هانم، ما فكرتش تسأل علينا. بابا أنا كنت بفكر أستأذن حضرتك أروح أزورها النهاردة، أصلها وحشتني قوي. أنا رأيي نبعد نجيبها هنا وكفاية كده. ممكن يا بابا أروح أجيبها النهاردة؟ استنى لما عمتك فردوس تتكلم مع صفية هانم وتستأذنها.